الصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب الخير جميعا. هنتكلم النهاردة إن شاء الله بإذن عن إن أوبجكت بين إن أري، عن الأوبجكت إن لكن مع الأري، تمام؟ خلينا نقول إني أنا معايا أري مثلا A بتساوي، وهحط فيها مثلا قيمة نصية كوما أوبجكت تاني مثلا اكس اي اكس 2 و كوما قيمه نصيه سترينج، خلينا نكتب مثلا اي بي سي كوما واري ثانيه مثلا هنحط فيها رقمين 3 كوما 4، تمام. ديت الاري بتاعتنا فيها مجموع العناصر دول. الاوبريتور ان يا جماعه، لما ممكن اكون استخدمت الاوبريتور ان مع الاوبجكت، المره دي مع الاري فيها، هو بيحاول قضيته كلها ان هو يحاول يشيك على وجود الاندكس في الاري ولا لا، يعني الاري ديت فيها كام عنصر، فيها العنصر ده رقم واحد اللي هو الاندكس بتاعه 0، العنصر ده رقم 2 اللي هو الاندكس بتاعه 1، العنصر ده رقم 3 اللي هو الاندكس بتاعه 2، العنصر ده رقم 4 اللي هو الاندكس بتاعه 3، فاخر عنصر موجود الاندكس بتاعه 3. فالاري بدا قضيتها في كده، يعني ايه؟ حتى انت لما بتيجي بتسال بتقول هتسال هتقول واحد ان ايه ده اسم الاري، يعني انت بتحاول تسال هل الاري دي العنصر اللي الاندكس بتاعه رقم 1 موجود فيها، والحقيقه ان هو موجود اهو ده 0 1 2 3 نفس الكلام، يعني اخر عنصر بيكون عباره عن 3. طب لو قلت له 4 ان ايه؟ هيقول لي لا مفيش، لاني انا عندي الاندكس 0 1 و2 و3. نفس الكلام هيمشي لو انا قلت له 2 هيرجع لي ترو، لو انا قلت له 3 هيرجع لي ترو، عند الاربعة هيرجع لي فولس لاني ما عنديش عنصر الاندكس بتاعه في الاري رقم 4. فده الفرق ما بين الان الاري بتحاول تشيك على البوزيشن بتاع الاليمنتس، ها الاندكس مكانه فين. اما في الاوبجكت فكانت بتشيك على ايه؟ كانت بتشيك اما على البروبرتي لما احنا او على الميثود، فاكرين لما احنا المره شغلناها على الداي والمانس او حاجه زي كده. ده الفرق ما بين الاثنين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.